الله الله في أصحابي هم خير أصحابي لخير نبي لم يعرف تاريخ النبوات أصحاباً مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ظاهرة فريدة في تاريخ البشرية، مهاجرون وأنصار، نبت طيب طاهر رباهم نبي عظيم. كان الوحي يتنزل بينهم وعلى نهجه صار، فحفظوه لنا قرآناً يتلى إلى يوم الدين، ونقلوا لنا سنة نبيهم، ونشروا بين الناس رسالته الخاتمة، وبذلوا كل غال ونفيس، وبأرواحهم افتدوا الدين، فصاروا مصابيح الهدى والقدوة والمثال الذي يحتذى. كلهم خير، وكل واحد منهم له شخصيته الفريدة. تلقوا النور من مشكاة النبوة، ونهلوا من نبع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أكبر عمل توثيقي لصحابته الكرام، حاولنا قدر المستطاع استقصاء المواقع التي جرت فيها سير هؤلاء الرجال، استكمالاً لوقائع السيرة النبوية، وحرصاً على الربط بين الحدث والشاهد، كي تبقى الأحداث حية في القلوب والأذهان. رجال صدق ما عاهدوا الله عليه، فرضي عنهم ورضوا عنه. هم الذين آمنوا به ونصروه، إنهم خير أصحاب لخير نبي. من هذا الجبل الذي يطل على مكة المكرمة انطلقت رحلة عظيمة كانت تحولاً في مسار الدعوة الإسلامية، ومقدمة لإنشاء أول دولة إسلامية. الرحلة من هذا الموقع إلى المدينة المنورة التي أصبحت عاصمة لتلك الدولة قام بها اثنان معاً، هما رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسبقتهما في الطريق بقية المؤمنين. ومثلت هذه الصحبة الدور العظيم لهذا الصحابي الجليل في دعوة الإسلام التي كان أول المؤمنين بها من الرجال، وأصبح في جميع مراحلها النبوية النصير الأكبر لرسول الله، مثلما كان خليفته الأول في تولي إدارة شؤون الدولة. هذه الصخور وهذا الجبل العظيم هو جبل ثور في مكة المكرمة. نحن الآن في جنوب مكة المكرمة. هذه الصخور بلا شك لها ذكريات مع صحابي عظيم جدا من أعظم الصحابة، وهو أول خليفة للمسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث صعد بلا شك هذه الصخور مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة، واستقر مع النبي عليه الصلاة والسلام فوق قمة هذا الجبل في غار ثور الذي سوف ترونه الآن، وهو غار كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار. صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في غار ثور وسط ظروف عصيبة
ترمز لعلاقة طويلة وصفات مشتركة جمعت بينهما في بطاح مكة قبل البعثة النبوية، تضاف إليها مكانة كل منهما بين أهله وقومه، ورفضهما لما كان عليه قومهما من شرك ووثنية. أبو بكر سيد، له مكانة في قومه، وله تجارته، وله سمته، وله أخلاقه، وله مكانته العالية. حرم على نفسه الخمر، ما كانش محرمة. رجل لم يسجد لصنم، رجل بمفهومنا المعاصر كان يعرف في الدي ان ايه بالتاريخ المعاصر بتاعنا اللي هي علم الانساب، يقدر يقول لك فلان ده من عيلة فلان وفلان ده قريب فلان. تحمل الأذى الشديد أثناء الصحبة في هذا الغار الصغير الضيق يعكس المعاناة التي كابدها هذان الرجلان العظيمة. إذا صعدت على أعلى الجبل سوف تجد غار ثور الذي اختبأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، وكأن الله عز وجل هيأ هذا الغار الذي في أعلى هذا الجبل، غار ثور، للنبي عليه الصلاة والسلام ورفيقه في الغار أبو بكر الصديق. ثاني اثنين هما في الغار. يقال طبعا، ونحن يعني تكلم الناس كثيرا عن هذه الرواية، بأن الحمام وضع البيض على فم الغار والعنكبوت نسجت على فم الغار، وتحدث العلماء على صحة هذه الرواية أو عدم صحتها، والله أعلم بهذه الأشياء، وهي من ملح السيرة والتاريخ الإسلامي. المهم في هذا المقام أن هذا الجبل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بطل هذا الجبل هو أبو بكر الصديق في رحلة الهجرة وفي رحلة غار ثور. هذا هو جبل ثور وغار ثور. إنها صحبة تفسر مسارعة أبي بكر للإيمان بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فور نزول الوحي عليه، إيمان اقترن بتسليم مطلق لم تخالطه شائبة من شك ولا نقاش. لاحظ سيدنا الرسول أنه ما من أحد يدعى إلى الإسلام إلا وعنده تردد، يتأنى، يستأني، ينتظر يوم، يومين، ساعة، ساعتين. المهم أنه لا يسرع في عملية القبول، لكنه لاحظ مزية في الصديق أنه ما أن دعاه للإسلام حتى أسرع إلى قبوله بلا تردد. عندما نقول أول من أسلم، هنالك الأولية هذه لها تقييدات. أسلم رجال أبو بكر، أول ما أسلم الصبيان علي، أول ما أسلم من نساء خديجة رضي الله تعالى عنها، أول ما أسلم من الموالي زيد. مكة التي يغادرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه تشهد بطاحها على الجهود الهائلة التي بذلها أبو بكر في السنوات 13 الماضية منذ بدء نزول الوحي على رسول الله وحتى هجرته. فعلى يد أبي بكر دخل في دين الله عدد من أوائل المسلمين. خمسة من المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر: سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا الزبير ابن العوام، سيدنا طلحة ابن عبيد الله، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح. وفي السنوات الأولى من الدعوة التي تعرض فيها المستضعفون من المؤمنين لأشد أنواع العذاب، كان لأبي بكر وثروته دور كبير في التخفيف من آلام المعذبين. سعى
سيدنا أبو بكر أول من حرر العبيد في هذا الكون. سيدنا أبو بكر كان الرجل العبد يسلم، فكان سيدنا أبو بكر يذهب يشتريه ولو يشتريه بوزنه ذهبا ثم يعتقه. سيدنا أبو بكر له 47 عبد أسلموا على يد أبي بكر وأعتقهم أبو بكر. رحلة الهجرة الطويلة تعلم فيها أبو بكر الكثير من الرسول صلى الله عليه وسلم، واكتسب مزيدا من الصفات التي تهله للدور الكبير الذي ينتظره، وهي رحلة استغرقت 10 أيام لتخرج المدينة كلها في استقبال رسول الله وصاحبه. حينما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق وكانوا رفقاء في الهجرة، كان أول مقام وصلوا إليه هنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس وأبو بكر واقف، فلم يكونوا الأنصار اللي ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، حتى جاءت الشمس على النبي عليه الصلاة والسلام فتقدم أبو بكر وظلل النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، فعرفوا بأن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي واقف بجواره كان أبو بكر الصديق. ومن أجمل مواقفه موقف الهجرة الذي بدأ من مكة المكرمة وانتهى في هذا المكان في مسجد قباء الذي ترونه ظاهرا أمامكم الآن في الصورة، وهذا هو مسجد قباء الذي يعتبر أول مسجد أسس على التقوى. وفور الوصول إلى المدينة المنورة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد لإدارة الدولة الناشئة، كان من أولى خطواتها إنشاء مجلس من كبار المهاجرين والأنصار. هو أحد العشرة، هؤلاء العشرة مؤسسة دستورية، كأنهم هم الحكومة في دولة النبوة، ولذلك كانوا يقفون في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحرب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي لها دلالة. وكانت بيوت العشرة تحيط بالمسجد ولها أبواب تفتح في المسجد اللي هو دار الحكومة، ديها دستورية. كانت معركة بدر في السنة الثانية للهجرة أول اختبار عملي لمدى صلابة أولئك النفر من المهاجرين والأنصار، مثلما كانت فرقانا وتثبيتا لهم على الإيمان، وذاقوا فيها لأول مرة حلاوة النصر بعد شدة ومعاناة. أبو بكر الصديق كان له موقف كبير جدا حينما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يده ويدعو ويبتهل ويقول يا رب إن تهزم هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا، وسقط عنه الرداء من شدة ابتهاله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي بكر الصديق يأتي من خلفه بحب عظيم ويلتزم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يكفيك يا رسول الله مناجاتك لله، الله سوف ينجز وعده وينصرنا. ثقة أبو بكر الصديق، ذلك الرجل الذي بنى الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة حصلت وحدثت في مدينة بدر. لم يتخلف أبو بكر عن أي مواجهة خاضها المسلمون في العهد النبوي، وكان دائما في مقدمة المرابطين المدافعين عن دين الله وعن رسوله. في غزوة أحد حينما حدث اضطراب في صفوف المسلمين وانفض كثير من المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت جلبة، ترى أن أبا بكر كان من العمد، وأنا أسميهم العمد، الذين ثبتوا ووقفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يذبون عنه بأجسادهم وأنفسهم ولم يبرح. وفي غزوة الخندق وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهام على الصحابة
بما في ذلك مسؤوليات المرابطة والحفر، وكان لأبي بكر موقع قيادة في أيام الإعداد لمواجهة القوى التي تجمعت لغزو المدينة. نحن الآن في منطقة مهمة جدا في تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه المنطقة التي أقف فيها تسمى منطقة المساجد السبعة. هي فيها مساجد كانت قيادات للمسلمين وللصحابة أيام غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. في الخلف على الجبل العالي هذا هو مسجد الفتح، وهو كان قيادة النبي عليه الصلاة والسلام، مكان القيادة أو قبة القيادة النبوية، وهذا الذي بالأسفل هو مسجد سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، وهو بطل الخندق إن صح التعبير. في هذا الاتجاه مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هنا قيادة لعمر بن الخطاب. وخلف هذه الحديقة أو هذه الأشجار المرتفعة لعلكم تشاهدون مسجد صغير، وهو مسجد الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في هذه المنطقة التي هي منطقة مدخل لمواقف هذا المسجد الكبير الذي بني، هنا كان مسجد أبو بكر الصديق وقيادة أبو بكر الصديق. الآن بني مسجد كبير جدا في المنطقة يسهل الصلاة على المسلمين، هو مسجد الخندق، وهو مسجد كبير جدا بني على يعني أفضل ما يبنى المساجد. تمر الأيام سريعا في المدينة المنورة، وتتحقق للمسلمين مكاسب كبيرة كان أبو بكر شاهدا عليها ومشاركا فيها، ويشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، فيطلب من أبي بكر أن يؤم الناس في الصلاة. وبعد أيام معدودات ينتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، ليصاب المسلمون بصدمة ما عرفوا مثلها من قبل ولا من بعد. حينما جاء أبو بكر الصديق وعلم بالخبر ونظر إليه وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، صلى الله عليه وسلم. ثم حدثت بعض الأحداث، وفي هذا المسجد وقف عمر بن الخطاب يقول: من قال إن محمدا قد مات قطعت رأسه بهذا السيف، إنما ذهب للقاء الله كما ذهب موسى للقاء الله وسيعود. اهتزت المدينة ولم تستطع أن تتحمل هذا الخبر، فوقف أبو بكر الصديق وترك عمر ووقف وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعلم الصحابة بأنه صلى الله عليه وسلم فعلا قد غادر هذه الحياة الدنيا، واستقر رأي الصحابة الكرام على اختيار الخليفة أبو بكر الصديق، ثم اختاروا أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحجرة التي مات فيها، تحت هذه القبة الخضراء، في حجرة السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، بأبي هو وأمي. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كان على الناس أن يتخذوا لهم حاكمة، لأن الحاكم هو الربان الذي يقود سفينة الحياة إلى شاطئ النجاة. وكانت هناك إشارات كثيرة ترجح أبا بكر لمنصب الخلافة، من بينها صحبته الطويلة لرسول الله وقربه الشديد منه، ومن أوضحها إمامة الصلاة. معلوم أن الصلاة عماد الدين وأهم ركن في الإسلام بعد الإيمان بالله عز وجل، فمن اختاره أن يكون خليفته على الأمة وعلى المؤمنين دل على أنه أيضا يستحق أن يكون خليفته في الأمور الدينية والدنيوية والسياسية. كانت هذه الإشارة واضحة، وقد أخذ بها المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الاختلاف القليل الذي حدث عند السقيفة إلا لشدة ذهول الناس، شدة ذهول الصحابة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الأمر اختلافا على أبي بكر. جرت المشاورات في سقيفة بني ساعدة، وهي موقع غير بعيد عن المسجد النبوي في المدينة المنورة. ونحن الآن في هذه المنطقة أمام سقيفة
بني ساعدة أو المكان الذي كانت فيه سقيفة بني ساعدة، وهي الآن حديقة جميلة جدا، يعني تكون إن شاء الله متنفس لمن هم بجوار الحرم. في هذا المكان، في هذه الحديقة، في سقيفة بني ساعدة، حدث مبايعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والقصة تبدأ من وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بدأ الأنصار يجتمعون في هذه السقيفة. وبالمناسبة فهذه السقيفة تعتبر بالنسبة للأنصار مثل دار الندوة التي في مكة المكرمة، مكان يجتمع فيه الكبار القوم ويخرج منه الرأي والمشورة. طرحت عدة أسماء في مشاورات السقيفة، من بينها أبو بكر وسعد بن عبادة وأبو عبيدة. ورغم أن أبا بكر لم يكن راغبا في هذا المنصب، لم يجد مهربا من قبوله بسبب خطورة الموقف. أبو بكر رضي الله عنه لم يسعى أبدا لا قولا ولا فعلا، ولم يحرص على تولي الخلافة. هو كان من أثقى، بل هو أثقى الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوليات زعامة الصديق عندما أسندت إليه الخلافة الإسلامية، خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكره هو مؤكدا لشعبه: ما وليت عليكم ولست بخيركم. كانت أسرع رسالة يمكن توجيهها للقوى المتربصة بالمسلمين هي تسيير الجيش الذي شكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأعراب ارتدوا، منهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من ارتد عن وحدة الدولة الإسلامية، ظل مسلما لكن رفض وحدة الدولة الإسلامية. فها أبو بكر جمع، لم يبقى على الإسلام والدولة الإسلامية إلا ثلاث حواضر، هي مكة والمدينة والطائف. والذي أنقذ وحدة الأمة وأنقذ النظام الإسلامي من هذه المحنة هو أبو بكر بموقفه. ورغم قصر فترة خلافة أبي بكر، تمكن من تحقيق إنجازات إدارية ومالية مهمة للدولة الناشئة. يمكن أن نقول أن الدولة البشرية باجتهاد بشري وليس بالوحي أسسها الصديق رضي الله عنه. لكن المهمة الأكبر على الصعيد التنظيمي سوف تنتقل إلى من سيليه في الحكم. جمع من حوله من كبار أصحاب رسول الله عليه السلام، منهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعيد بن، وهؤلاء كبار الصحابة، واستشارهم. لكنه كان يرى أن الخير للمسلمين إنما هو في شخص عمر. وبعد أيام من هذا القرار توفي أبو بكر رضي الله عنه. أراد الله سبحانه وتعالى أن تنتهي حياة أبو بكر الصديق في هذا المكان، وأن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة النبوية، بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة أو في حجرة عائشة. وحينما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب، لما كان يعلم من قدرة عمر على إدارة الدولة الإسلامية أحسن إدارة. فبهذا المكان وتحت هذه القبة الخضراء يرقد الصحابي المبارك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر أياديه طيبة وبيضاء وكثيرة على الدعوة الإسلامية، على الدولة الإسلامية. تلك أمة قد خلت. لم يحز مسلم من الفضائل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حازه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو من السابقين الأولين إلى الإيمان، وصحب النبي وصدقه، ورافقه في أقصى مراحل دعوته، وكان صاحبه في الهجرة، وخليفته في الصلاة، وأول الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه.